ليا وهلأ حننتقل لفقرتنا الطبية لليوم، تطور التخدير الطبي مع التطور العلمي في عالم الطب. اليوم إلى أن بات طبيب التخدير هو المايسترو في غرفة العمليات، نظرا لما يجسده من دور أساسي وفعال في تسهيل إجراء العمليات الجراحية من خلال ما يقوم به من حقن مواد مخدرة. ولنحكي أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور فواز هلال، اختصاص تخدير والمسؤول العلمي برابطة أطباء التخدير وتسكين الألم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يعني بالبداية كلنا بنسمع تخدير، كلنا يمكن خضعنا لتخدير قبل العمليات، ولكن خلينا نحكي بالمعنى الطبي، شو هو التخدير؟ هلا المقدمة اللي ذكرتوها حضرتكم هي جزء بسيط من عملية التخدير، يعني هي بالأساس الجزء الأبسط. عملية التخدير هي عملية معقدة ومركبة. أبسطها وأول خطوة فيها وأسهل خطوة هي إنه نحن ننيم المريض ونعطيه مسكن وننقى فيه بعيد عن المشرط وعن الألم وعن هي هي المهمة الأبسط. بس الحقيقة المهمة الحقيقية والمهمة الجوهرية للطبيب التخدير هي دعم وظائف الحياة أثناء العملية، دعم التنفس، دعم القلب، دعم الضغط، دعم اضطرابات السوائل والشوارد، وامتصاص الآثار الجانبية للتخدير والعمل الجراحي معا. التخدير والعمل الجراحي له ارتكاسات على الجسم، له آثار سمية، فطبيب التخدير بده يكون دائما يقظ ويراقب التبدلات اللي عم تصير على جسم المريض ويصححها بشكل دائم. هي هي المهمة الأعمق للتخدير. معلش خليني أذكر مثالين صغار بجوز مو بوقتهم بس يمكن يخدموا الفكرة. أحد المؤتمرات اللي عقدناها بلادية بفندق الأميرة عقدتها رابطتنا كانت تحت عنوان التخدير إنه أكثر من مجرد نوم وصحو، والمؤتمر التأسيسي الأول كان بعنوان التخدير ودعم وظائف الحياة. فهي النقطة اللي بدي ركز عليها إنه نحن مو بس مهمتنا نيمنا صحينا، هذا أسهل جزء بالموضوع، ولكن المراقبة دعم وظائف الحياة، تمام، لايف سبورت، دعم الضغط، دعم النبض، دعم اضطرابات النظم، تأمين طريق الهواء، نقل الدم في الحالات النازفة، تصحيح الآثار السمية والمؤذية للجسم للتخدير والجراحة. تمام دكتور، خلينا نحكي عن أنواع التخدير. نحن بنعرف التخدير كلي وتخدير نصفي، خلينا نحكي عنهم بشكل أكبر. يعني هدول العنوانين البسيطين الكبار كتير، بس اليوم في أنواع كتير لا متناهية من التخدير. أبسطها هو النوم البسيط مع تركيم بسيط أو تسكين بسيط لعمل جراحي كتير صغير، خليني أقول مثل ظفر ناشب أو شيء من هالنوع هاي. وبتجي بعدين البروسيس المعقد كتير مثل عمليات القلب المفتوح وعمليات الأبهر وعمليات الدماغ، يلي هي عبارة عن آلية متداخلة من الفارماكولوجيا، من الأدوية ومن الأجهزة ومن التقنيات ومن الخبرات، بدها تتفرغ كلها بهالمكان هذا لنوصل المريض لبر الأمان. يعني هلأ هي مواد التخدير مانا كتير كبيرة كعدد، بس أنا بشبهها بأحرف الأبجدية. أحرف الأبجدية قليلة بس قديش فيكي تعملي منها مفردات وقديش فيكي تعملي منها احتمالات. فموضوع التخدير الحقيقة هو رينجو واسع كتير. الشيء المعروف للناس هو التخدير العام والتخدير النصفي، هن العنوانين العريضين الحقيقة الأكثر شهرة عند الناس، بس حتى العام ما هو شيء واحد وحتى النصفي ما هو شيء واحد. تمام. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي كيف بتتم عملية الإسعافات الأولية أو الإنقاذ خلال العملية لأثر أي خلل بالجسم. هون قلنا دكتور التخدير هو بتابع كل الوظائف تبع الجسم، ولكن إذا صار في خلل، إذا صار في شيما، كيف بتتم عملية الإنقاذ؟ طبعا هي مبنية على علم ومبنية على خبرات كتير ومبنية على أجهزة معقدة للمراقبة وعلى تحليل بيانات بشكل دائم. يعني نحن منكون تماما مثل قبطان الطائرة اللي عم يقود طائرة عم يراقب البيانات اللي عم تجي على الشاشات. فنحن منكون عم نراقب البيانات اللي عم تجينا، وعلينا يعني الأمهر هو اللي بيلتقط الخطأ بشكل أسرع،
وأحيانا للأسف تخرج الأمور عن السيطرة، كما حوادث الطائرات كما حوادث السيارات. أحيانا فجأة بنلاقي الأمور خرجت عن السيطرة وصارت آلية سلبية سريعة كتير ما قدرنا نتجنبها. هذا بيصير للأسف، بيصير. ولازم أكيد طبيب التخدير يكون عنده معلومات وتحاليل خاصة ما قبل العملية الجراحية أكيد. طبعا هلأ اختصاص التخدير هو اختصاص فريد من نوعه. أنا بقول العمود الفقري لعلم التخدير هو الداخلية، مثل ما هو الداخلية هي العمود الفقري لكل الاختصاصات الطبية. الداخلية المتمكن بالداخلية بشكل جيد بيقدر يقيم المريض بشكل جيد قبل العملية، بيقدر يقيمه تنفسيا قلبيا كلويا ويلم بحالته بشكل عام. لذلك أيضا الجراحة ومراحل كل عملية جراحية والتأثيرات المؤذية فيها وكيف ادارك التأثيرات المؤذية. والشيء المهم أنه التخدير هو من صلب طب الإسعافي ومن صلب طب الطوارئ، وبدون خبرة طوارئ جيدة لا ينضج المخدر. الحقيقة هو اختصاص فريد من نوعه، متداخل مع كثير اختصاصات تانية ومتشابك. أكيد دكتور، في مضاعفات للتخدير أكيد، مثل عنا مثلا ممكن تؤدي للوفاة، مثل وأحيانا من المضاعفات ارتفاع الحرارة، ألم غثيان وكثير من الأساس الثانية. بس أسوأ مضاعف ممكن يصير هو الوعي أثناء العملية. خلينا نحكي عن مضاعفات التخدير بشكل أكبر. هلا ما في أي إجراء طبي بالحياة تمام الريسك فيه صفر، هذا حكي نظري تماما. وللأسف كثير من زملائنا بيجملوا أحيانا الموضوع، العملية مضمونة 100%. ما في شيء اسمه عملية مضمونة 100%، مثل ما قلت لك هي مثل سفر الطائرات، مثل سفر القطارات. هي مطبع. في أي شركة طائرات تقول لك مضمونة السلامة 100% عندي؟ أكيد أكيد لا. هذا الشيء بدنا نسلم فيه بالمرحلة الأولى، ولكن نحن لازم أول شيء يكون استطباب العملية صح، يعني نحن ما نخوض عملية مانا ضرورية. ثاني شيء لازم يكون تقييم المريض صح وتهيئة المريض للجراحة صح. هو ممكن والاستعداد للعقابيل، يعني طبعا. أنا بدي استعد لأسوأ الاحتمالات وليس لأفضل الاحتمالات. دائما يكون عندي بلان A بلان B بلان C. بهالمقاربة هاي بخفف، ما بلغي، بخفف قدر الإمكان الحوادث الكارثية. نعم. الوعي أثناء العملية نعم هذا الشيء وارد واندرس بشكل جيد حتى بالغرب، وله عدة أسباب يتراوح ما بين سوء ضبط الأجهزة، السوء الفني لضبط أجهزة التخدير بحيث تكون عم تبخر غلط أو عم تعطينا عيارات غلط، وهو أربع أنواع. النوع الرابع بنسميه pseudo awareness أو الوعي الكاذب، يلي هو منه وعي حقيقي، يلي هو المريض مثلا بيسمع شيء بغرفة الإنعاش أو أثناء الضماد يلي مفروض يكون واعي بس بيتهيأ له أنه هو لازال تحت العملية وما بينهما. ففي أربع درجات للوعي أثناء العملية، من الوعي التام اللي بيتذكر المريض كل شيء وراض جدا للإنسان وللنفسية، للوعي الكاذب يلي هو منه حقيقي. نعم دكتور، خلينا نحكي عن نقطة. دائما بأي مصلحة أو بأي مجال في عالم تتعدى على المهنة، تتعدى على المصلحة. في كتير عالم بيتعدوا على تحت مسمى الطبيب التخدير، أو هو بيكون طبيب مختص بغير مجال بيخضع على أو بيقوم بعملية وبيخدر أيضا، وممكن هون يرتكب أخطاء فظيعة. كتير دارج تنويم. شو يعني التنويم؟ كثير من الدكاترة غير مختصين بالتخدير عم ينوموا المريض أو المريضة ويعملوا لهم عمليات وعم تتم بشكل سليم يعني، بس خلينا نفهم شو هي التنويم. الفنيين هن خريجين معهد متوسط أوكي. وهن مساعدين لنا، ونحن بلاهم ما فينا نشتغل، وهن بلانا ما فيهم يشتغلوا كمان. أنا ما عم بحكي على المختصين، عم بحكي على المتعدين على المتعدين تماما. إيه. لا انا بدي احكي على الفنيين اللي هم خريجين المعهد المتوسط، يلي يتم اليوم بشكل كتير كبير الاتكال عليهم بدون وجود طبيب. والغايه هو الواقع المأزوم لوضع التخدير بالبلد، ان كان من حيث العدد، اعدادنا في تناقص دراماتيكي، ان كان من حيث الفئه العمريه. نحن يكاد يكون اصغر طبيب تخدير اليوم بالبلد عمره فوق الخمسين سنه، وما في جيل شاب يستلم الراية. وإذا لقيت هالجيل الشاب هو مشروع سفر،
وناهيك عن منظومات التخدير المتهالكة بسبب الحصار، بسبب الوضع الاقتصادي اللي عم نمرق فيه بالبلد، وعدم إمكانية التجديد والصيانة، ونقص الكثير من المواد الحيوية وأحيانا المنقذة للحياة. للأسف طبعا حاليا أصبح الاعتماد على الفنيين ضروري، ولكن قبل هالأزمة هي كان الاعتماد على الفنيين هو جشع، تمام لم يكن ضرورة. تمام إنه كثير مشافي، أنا بدل ما أجيب 5 أطباء تخدير بجيب طبيب واحد وخمس فنيين، 5 فنيين أرخص لي. أكيد تماما بس أكيد. اليوم لا، يعني اليوم إذا بدك تجيبي لكل قاعة طبيب تخدير ما بتلاقي. تمام، ما في يمكن الاختصاص التخدير بحد ذاته قليل يمكن، ومثل ما ذكرت حضرتك يا كبار السن يا اما هنا خارج البلد. لكن خلينا نرجع نركز على نقطة التنويم. شو هو التنويم يا دكتور؟ التنويم هو غياب الاتصال الكلامي مع الإنسان. كيف بيتم؟ بقول لك مرحبا ما بترد عليه، بس قد تكوني عم تتألمي، هذا موضوع تاني، وبالعكس بجوز تكوني صاحية وما انك عم تتألمي. كثير عم نسمع دارجة انه ما بدها تتخدر هي المريضة، بدها تتنوم. يعني لعب على الألفاظ. اوكي هي النقطة اللي بدنا نوصل لها، انه هي القصص. وحكيت بالبداية انه في كثير عالم بيتعدوا على المهنة، في كثير عالم بيرتكبوا اخطاء فظيعة وبيلعبوا على الألفاظ مثل ما ذكرنا. دكتور، كثير من السيدات بعملية الولادة بيحتاروا تخدير نصفي أو كلي، أنت شو بتنصحهم؟ تخدير عام؟ بعمليات الولادة أو الولادة القيصريات؟ والقيصريات يعني هي قيصريات، قيصريات الخط الأول هو التخدير القطني أو النصفي. تمام. طبعا النصفي هو له عدة أشكاله، في الانتراثيكال، الحقن داخل السيساء داخل السحايا أو حول الجافية، يعني بنحقن حوالين السحايا. هذا تكنيك تفصيل بيعرفه أهل الاختصاص، وهو حسب خبرة كل طبيب وحسب الطريقة اللي بيرتاح لها، هذا متروك لطبيب التخدير، بس بالمجمل هو اسمه كان من زمان بيخدروا عام. والتخدير النصفي كثير عم نسمع فيه سلبيات، ممكن مثلا السيدة انه يصير معها مثل شلل نصفي، او ما تقدر تمشي، او تقعد شي 3 شهور على الكرسي المتحرك من وراء خطأ طبيب. هلا هذا غالبا يكون الاسباب يلي الحقيقه ما حدا بينتبه لها. تمام. هو الوضعيه النسائيه، وضعيه شد الرجلين لفوق، بس ممكن تعمل تمطط بالعصب الوركي. تمام. يعني مو بوقت اعطاء الابره تخدير. مو بوقت اعطاء الابره، هي الابره ما بتعمل هيك اثار جانبيه اللي عم تحكي. هي الابره هي بياخذوا شيء من هلا الابره مثل ما قلت لك، الابره حسب موقعها شاقوليا، يعني من ناحية القطنية تحت عالية واطية، وحسب عمقه بسقب السحايا ما بسقب السحايا، هذا يعود تقديره لكل زميل. يعني هذا كل واحد له طريقة معينة بيرتاح عليها، له خبرته وله قناعته. بس اليوم يعتبر التخدير العام في القيصرية إن ما كان له مبرر يعتبر خطأ طبي. لأنه أنا عم أعرض الحامل الاحساس والسمع اللي حكيتي عنه هلا، الاويرنس اثناء العمليه، وعم اعرضها لخطر الاستنشاق، لانه الحامل دائما فوهه الفؤاد عندها مفتوحه، دائما بتقلص، دائما بتطلع الحموضه لصدرها لفوق، فبلحظه اجراء عمليه التخدير العام ممكن تتعرض لخطر الاسبيريشن او خطر الاستنشاق، يعني مفرزات الرئه مفرزات المعده الحامضه تفوت على الرئه، وهذا شيء خطير كثير. لذلك اذا مثلا ما عندي الم جنين، ما عندي التفاف سرر، ما عندي اضطراب عوامل تخثر، بحيث انا ما بيجوز اضرب مثلا مريضه بتاخذ مميع، ما بيجوز اضرب الابره بالظهر، عندي امتام بالظهر ما بيجوز اضرب الابره بالظهر، او المريضه رفضت، يعني اذا عندي مبرر بوضح الاسباب بخليها توقع وبساوي تخدير عام، ولكن هو second choice وليس الفيرست تشويس. يعني اليوم ببلاد الدنيا المتطورة بس يخدروا قيصرية تخدير عام بدهم يحرروا ريبورت ليش سواها عام. ليش سوا هيك؟ تمام. حتى بدها تكون المريضة موقعة هذا الشيء مثل ما ذكرت. دكتور، خلينا مشان ما يداهمنا الوقت نحكي عن تخدير الأطفال. يعني كثير من الأطفال بيتعرضوا إنه يعملوا عملية لا سمح الله، وبعيد ألف شر عن كل الأولاد، ولكن بخافوا الأهل من التخدير. فينا نخدرهم
تخدير موضعي، فينا في حلول بديلة، وهل خطير التخدير على الأطفال؟ هلا كلمة طفل كلمة كبيرة، يعني عندك الحديثي الولادة النيونيتال عند الأربع أسابيع من العمر، وبعدين هاي مرحلة عمرية، لعند الأربع شهور مرحلة عمرية تانية، لعند السنة مرحلة. نحن فينا نقول أن الطفل يلي تجاوز 10 كيلو من الوزن بيكون تخديره آمن. آمن تمام. له علاقة 10 كيلو بالوزن يعني تقريبا سنة. أكيد تقريبا، ما إلا إذا في شيء ضروري، يعني إذا بيبي صغير خلق مثلا عنده غياب مري، هذا إجباري بدك تساوي له عملية بالساعات الأولى. تمام. بدك تغذيه أو شيء، يعني بالضرورة إلى أحكام. بالأخير الأمور مو أبيض وأسود وبيصير وما بيصير. بالأخير في عندي ريسك معين، هل من المبرر إنه أنا أعرض مريضي لهالريسك ولا لا؟ بقدر أجلها، بقدر أشتغل بشروط آمنة أكثر. يعني بالنسبة للنيونيت نحن الحديثي الولادة هن بيخوفونا أكثر شيء، بتكون مادة السورفاكتانت المسؤولة عن نضج الرئتين وعن فرد الرئتين ما أنا ناضجة عندهم للأطفال، فالرئة بتكون ميالة للانقماص وميالة للزرقة بسرعة. لذلك يعني بقول إذا أي شيء ما له كتير إرجنت على الأقل 4 أسابيع يتأجل بالنسبة للبيابي الصغار. أما الأطفال الكبار فبيتحملوا التخدير بشكل كتير جيد، الأطفال الكبار حتى أحسن من الكبير. أكيد. دكتور خلينا نحكي عن الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات التخدير. مثل ما بنعرف، مثل ما حكينا هلأ، الأطفال بخوفوا كبار السن، مرضى السكري والقلب، خلينا نحكي عنهم بشكل أكبر، ونحكي كمان ما هو دور المريض لإنجاح عملية التخدير برأيك. هلأ بالنسبة لنا يعني كل ريسك فاكتور، كل عامل خطورة أو كل مرض هو بيزيد لنا نقطة لعوامل الخطورة بالنسبة لنا. بس أنا بقول من بين كل الأمراض العدو الأول للتخدير هو الدخان، التدخين والأرجيلة. تمام. يعني الآفات التنفسية يليها بالدرجة الثانية الآفات القلبية. بيقولوا ما بيلقط التخدير على المدخنين، مقصد يلقط أو ما يلقط، هي أسهل شيء يلقط أو ما يلقط. أوكي. بس بيكون القصبات ميالة للتشنج، القصبات ميالة للمفرزات، يعني في صعوبه، في مقاومه بجدار الصدر لنقدر نهوي المريض، يكون مياله للانسداد القصبات عند ال. طب ليش بيقولوا انه وقفوا تدخين ووقفوا اكل ووقفوا كل شيء قبل 12 ساعه؟ هلا اكل مشان موضوع الاستنشاق اللي ذكرت لك عنه، تكون المعده فاضيه مشان ما تطلع المفرزات على اما وقفوا تدخين منشان على الاقل، يعني طبعا ما راح البروسيس اللي صارت خلال سنوات طويلة، الآلية الأمراضية اللي صارت بالرئتين ما راح تتبدل بيوم وليلة ولا بساعات، بس على الأقل نحن منفوت على CO منخفض، على كربون منخفض بالدم الإنسان. يعني أي إيقاف للدخان ولو بضع ساعات مفيد نوعا ما. تمام. لعملية التخدير أكيد. دكتور خلينا نحكي نصائح أخيرة لكل مريض بده يعمل عملية، شو بتنصحه أنت؟ أنا بنصح أول شيء يتروى، وثاني شيء ما ينجر وراء الميديا بحيث أنه ولا وراء شريط الدعاية، ما شاء الله كله آمن وكله نتائج عالمية وكله جاي من المريخ وكله، نجي بس يصير فاجئ ليش هيك صار، ودائماً بنلقي اللوم على طبيب التخدير. للأسف. وهون بحب وجه رسالة، ما بعرف إذا بتسمحوا لي، نحن بحاجة لنكون عم نشتغل تخدير، خاصة كل اللي عاملين بالحقل الطبي بحاجة لنكون عم نشتغل ببيئة محمية. يعني موضوع التوقيف الاحترازي القضائي اللي بيصير وقت يصير حادث طبي هو مهين للطبيب. الطبيب بالأخير هو إنسان مثقف، هو من نخبة المجتمع، هو بالأخير ما هو مجرم. وقت تصير حادث طبي أكيد الطبيب عم يتألم على مريضه مثله مثل أهله المريض. تمام. فللأسف بتسارع بعض الصفحات السوداء لوصمه بالمجرم ولوصفه ودائما بيستخدموا كلمة الجرعة الزايدة بالمخدر. الجرعة الزايدة شغلة ما كثير إلى قيمة، يعني الجرعة الزايدة هي شغلة ما أنا سبب للموت. الجرعة الزايدة أكيد الجرعة الزايدة بتعمل شوية تأخر. بعدين يعني شو كلمة جرعة زايدة؟ بيكون طبيب له 30 سنة ممارس، بدل ما يعطي سيرينج بيعطي 15 سيرينج، مو معقول أكيد هالحكي. لا مو منطقي، يعني مو منطقي هالحكي. يمكن ملات صغيرة هي.
تماماً تماماً يعني، فما في شيء اسمه جرعة زايدة. فنحن بنتمنى صدور منظومة قضائية تحصن الطبيب من التوقيف الاحترازي أثناء الحوادث الطبية، وأيضاً كمان منطالب أنه يكون في شيء اسمه نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية مثل كل الدول المتقدمة. الطبيب مثل ما بتأمني على سيارتك، على الحريق، على صحتك، بتأمني على أخطائك الطبية وبتدفع عليها سنوياً. تمام. هذا الشيء بيخلينا نشتغل ضمن مظلة حماية بتزيد الثقة بيننا وبين المريض. لأنه نحن اليوم وصلنا لمرحلة كثير من الأطباء إذا حالة فيها شوية ريسك بيبطل يساويها. بيقول لك ليش لا يجيني وجع راس؟ ليش لا تجي الشرطة؟ ليش لا يحولوني على القضاء؟ ليش لا؟ هذا الشيء ضرب الثقة بين المريض والطبيب. وأنا كمان بدوري بدي أقول لكل الشباب والصبايا اللي عم يدرسوا طب يختصوا تخدير، لأنه نحن كتير بحاجة إلى أطباء شباب بالبلد مختصين بالتخدير. نشكرك كتير دكتور، اليوم هيك ضوينا بشكل موسع عن كل التساؤلات يلي ببالنا وببال المشاهدين. أكيد. الله يخليك، شكرا، شرفت فيكم ويسعد صباح الجميع.